كمية أسامي بيومي. بنرحب بيك وبنقول لك مبروك على مجلس الإدارة، والنهاردة أول يوم اجتماع مجلس إدارة، فعايزين نعرف برضو أهم مدارة في اجتماع مجلس الإدارة. أشكر حضرتك على التهنئة، وكما هنأتني أسألك الدعاء. المهمة الحقيقة ثقيلة. نادي الشمس هو أكبر نادي في الجمهورية وأكبر عدد أعضاء، وبالتالي بيحتاج أكبر مجهود للمحافظة على منشآت النادي والعمل على أفضل خدمة لأعضاء النادي، وبالتالي طبعا بتبقى المهمة جسيمة على مجلس إدارة النادي، ونسأل الله أن يوفقنا أن احنا نؤدي هذه الأمانة للنادي وأعضاء النادي. النهاردة كان أول اجتماع لمجلس الإدارة، وعادة أول اجتماع لمجلس الإدارة ده بيبقى مجلس إدارة للأعمال الإجرائية اللي هي الخاصة بقى بالتوقيعات البنكية والأختام العادية، إنما وانتخاب المجلس التنفيذي. يعني دي كانت أهم الأعمال اللي عرضت في المجلس، والحقيقة اضطررنا إن احنا نضيف موضوع آخر وهو اتحاد الكرة والفريق الأول وإرسال أسماء والعقود الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم اللي المجلس كله بيدعمه. إن شاء الله نجد فريق نادي الشمس يرجع تاني للدوري الممتاز زي ما حصل قبل كده. سيادة لو عايز أسأل حضرتك أخبار الخزنة إيه؟ نطمن بيها الأعضاء بس الشمسوية. يعني ده قرار مش عايزين نقوله دلوقتي إلا ما ندرس، احنا بقالنا كلنا متعين كلنا، ده هم يعني يومين ده من يعني ما نلحقش ندرس الدراسة الكافية، إنما الحمد لله الموقف مطمئن، وهو بيحتاج بس بعض إن احنا نحط المبلغ المتاسر في العمل الأهم، ثم يعني دايما نبحث عن الأهم ثم المهم وهكذا، بحيث يبقى دايما بنقدر نقول فلوسنا بنحطها فين وايه اللي نقدر نعمله للمحافظة لتقليل النفقات وتقليل مطالب الصيانة، بحيث نقدر نوفي كافة المطالب للفرق الرياضية وللأعضاء بحيث يتمتعوا بوقت ممتع في ناديهم إن شاء الله. نقول إيه للشمسوية اللي هم يعتبر هربوا من 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 النادي بتاعهم، وابتدوا اللي يسافر اللي يحضر العيد في نادي تاني لأن ما بقاش يلاقي اللي هو بيحبه في النادي بتاعه، نقول لهم إيه؟ لا ان شاء الله احنا برضو يعني انت جبت معرفش جبت الصورة المتشائمة دي منين، انما ما عندناش حد هيهرب ليه، ما انا عضو 40 سنة اكتر من 40 سنة في النادي وموجود، ولا هربنا ولا روحنا وولادنا موجودين. انما قد حضرتك بتقول ايه نتيجة ان طبعا ناس بتكبر في السن، الشباب بيكبر بيتجوز بيبتدي ينتقل الى مكان السكن، ومن الوضع الطبيعي ان اللي بيتغير مكان سكنه بيفضل صح في النادي، انما يمكن حضوره بيقل طبعا للالتزامات الجديدة بقى، سواء كان عمل سواء كان زواج سواء كان يودي الأولاد المدارس، فبيبتدي طبعا الناس ما بتقدرش تيجي زي الأول، صح بتيجي أجيال جديدة، إنما طبعا خلاص اللي كانوا شباب صغير بقوا رجال دلوقتي وراهم مهام ومسؤوليات وبيجوا برضو صح، بس الفترات تباعدت. إنما إن شاء الله إحنا هنبقى مركز الشمس، بنعد الأعضاء إن شاء الله جميعا أن يكون نادي الشمس مركز لجذب الجميع، ليس الشباب فقط، الشباب وكبار السن والصغار والأطفال وفي كافة المجالات. وأنا الحقيقة مش عايز أتكلم لأن أنا بحبش أتكلم، وعايز أقول إيه انتظرونا قريبا وحسبونا على الأعمال وليس على الأقوال، وعشان كده أنا مش عايز أتكلم إلا ما يبقى في عمل، تعال أقول والله في عمل وإنتوا عملتوا العمل ده إزاي. محمد سامي منصور احنا بنشكر حضرتك، وان شاء الله دايما معاك في كل خطواتك وكل انجازاتك ان شاء الله في النادي. اشكرك واهلا بيك وسهلا. يعني الاستاذ خلوك كان طلبك مرتين وانتوا بتسجلوا.